العب من تحدانا يلعب في النهاية حيتعب واحنا وش راح نقول له واحنا وش راح نقول له الله كل كوسك حلالك يا اهلي ما احلى شعارك خصمنا مو في بالك واحنا وش راح نقول له أخبر اليوم يومك حنا نعرف علومك نعشقك ما نلومك خصمنا وش نقول له خصمنا وش نقول له الكل واقف معاهم والله خالد حلاهم روحي وروحك فداهم خصمنا وش نقول له خصمنا وش نقول له كل واحد ينادي يلا كيد الأعادي خصمنا هو بادي وإحنا وش راح نقول له والله وش راح نقول له الأهل برجاله سيد جماله مالك وماله الأهل برجاله ويا اللي ما تفهم نايم وتحلم والله لا تندم الأهل برجاله أبيض اللون وأخضر حبنا له بيكبر خصمنا وش نقول له خصمنا وش نقول له اللي بانيها رايد قلعة حاميها خالد واللي فكر يعاند حنا وش راح نقول له حنا وش راح نقول له اسمعوني وشوفوا محلى الأهل وصوفوا ستة هي حروفه خصمنا وش نقول له خصمنا وش نقول له خصمنا يا حليلو هدى الأهل وحيلو من تحدى يا ويلو وإحنا وش راح نقول له حنا وش راح نقول له قلبي قلبي بالحيل مايل لشلي خضر الفنايل راح نسوي الهوايل وخصمنا وش نقول له خصمنا وش نقول له يلا الاهل برجاله سيد جماله مالك وماله الاهل برجاله يلي ما تفهم نايم وتحلم والله لا تندم الاهل برجاله يلا يلا غنولو والورد رشولو ومهما يقولوا الاهل برجاله الاهل قديم قادم للقمة راح يزاحم واللي عامل اللي فاهم حنا وش راح نقول له وش راح نقول له الكل واقف معاهم والله خالد حلاهم روحي وروحك فداهم خصمنا وش نقول له والله وش نقول له اسمعوني وشوفوا احلى الاهل وصوفوا ستة هي حروفه خصمنا وش نقول له حنا وش راح نقول له بالحيل مايل نشلي خضر الفنايل راح نسوي الهوايل وخصمنا وش نقول له واحنا وش راح نقول له اللي بانيها رايد قلعة حاميها خالد واللي فكر يعاند حنا وش راح نقول له والله والله نقول له والاهل برجاله سيد جماله مالك وماله الاهل برجاله يلي ما تفهم نايم وتحلم والله لا تندم الاهل برجاله ويلا غنولو والورد رشولو ومهما يقولوا الاهل برجاله والاهل برجاله
برجاله هلا هلا زايد جماله سفير برجاله من اختياري. معكم مستمعين ذات ميكس اف ام ريما عبد الله وزميلي هادي الشباني في برنامج غرفة 11. اليوم غرفة 11 أهلاوية ولونها أخضر وأبيض، ونبارك طبعا للأهلي. قبل شوي كان معنا رئيس نادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، باركنا له على فوز الأولمبي بكأس الأمير فيصل، وصراحة الأهلي مسوي شغل هالموسم. لسه عندنا إن شاء الله مباراة أبطال آسيا مع الأخوية القطري، ونتمنى له طبعا التوفيق، وأخذ المركز الثاني في بطولة زين. يعني ما شاء الله الأهلي مرتاح، وشكله كده الدوري رايح للأهلي، ولا ايش تقولي هذه؟ عجبتني. لا انا اتمنى صراحة جد اتمنى السنة هذه ياخذها الأهلي، لانه يستاهل. يعني فريق، يعني والله فريق ممتع. عموما ريما باقي متواصلين مع الأهلاويين في رسائل كثير، بس قبلها ينضم معنا الأستاذ غرم العمري، طبعا مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، والآن طبعا هو محلل فني وناقد رياضي. مساء الخير أبو خالد. حياك الله، مبروك مبروك. أكثر واحد مبسوط أنت. أقول لك أستاذ المشاهدين متعود. إيه متعود. حياك الله يا أبو فهد. حياك الله. أشوف مبارك طيب إن شاء الله. الله يحفظك. مبارك لك هالبطولة هذه، تستاهلها. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أول شيء هذا أخوي هادي، قبل كل شيء أنا أبارك سمونا أمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز. هو صانع هذا الإنجاز بكل أمانة، هو الأخوان اللي شغالين معه. أبارك سمونا أمير فهد بن خالد رئيس النادي اللي كان له دور أيضا كبير في تحقيق هذه البطولة. طبعا أخوي هذه البطولة اللي تحققت اليوم مش وليدة السنة هذه، هذه عمل كبير وجبار قاده سمو الامير خالد بن عبد الله من بدايه من الاكاديميه النادي الاهلي الى الناشئين الى الشباب. هذا الجيل ماشي من الاكاديميه ومن جيل الناشئين، عمل سنوات كثيره الحمد لله انه اثمر نتيجه عمله، وكان في تخطيط ومدروس استراتيجيه موضوعه للشيء هذا، وتحققت الحمد لله اليوم هذه البطوله. وقول الف مبروك للاهلي وهارد لك الفرق الاخرى. ولكن يعني في حاجة أنا بقولها للأمانة صراحة، إنه في أندية كثيرة موجودة، سواء الهلال سواء الشباب سواء بعض الفرق، يعني يعني أنا أبشر إنه في جيل صاعد على مستوى عالي زي ما شفت في كرة القدم. يعني بنشوف كرة قدم سعودية مختلفة. يمكن السنة هذه أو الموسمين اللي راحوا الجماهير السعودية غير راضية عن الأداء بصفة عامة على كل الأندية. والله شوف يا اختي، هي على كل الأندية؟ لا هي شوف، يعني انا اتكلم طبعا هو الاهلي حقق البطوله. لا انا ما اقصد الاهلي، انا اقصد شيء ثاني، شيء اكبر. ما ادري والله عليك. اقصد المنتخب كبره. والله المنتخب لازم نصبر، خلاص يعني خلاص امر الله سبحانه وتعالى، لازم نستنى. حتى الصبر ما عاد يبغى يصبر خلاص. والله عاد ما شوف، ما قدامنا حل، ما قدامنا حل الا ان احنا نستنى، لازم نعمل عشان نوصل للشيء اللي احنا نبغاه، لازم نعمل. طبعا في كلام كثير صار من نقاد رياضيين كثير، ويمكن في ناس اكثر مني في المجال هذا، ولكن شوف كل التنظير اللي قاعد يصير وكل الكلام اللي يصير كله يرجع على محور واحد، اذا ما في ماده متوفره لاتحاد كره القدم صدقني لن نتقدم خطوه واحده. اذا ما كان في ماده توصل للانديه عشان الانديه يستطيعوا انهم يعملوا، تعال على سبيل المثال انجاز الاهلي اليوم، لو ما كان الامير خالد بن عبد الله بدعمه بمواصلته بمتابعته كل صغيره وكبيره، دعم مالي كبير وضخ مالي كبير، صدقني ما يتحقق الانجاز، ما راح تشوف لاعبين مواصفات هذه. حقق الاهلي البطوله صحيح، ولكن فيه مجموعه لاعبين على مستوى عالي.
هذا يمكن احنا قاعدين الحين نتكلم على الاولمبي, لو ننتقل شوي كمان على الاهلي الكروي الاول ماخذ المركز الثاني. يعني احنا شفنا ان الاهلي انتقل نقله مختلفه تماما عن المواسم الاخرى اللي راحت, يعني مستويات عاليه, لاعبين بروح ونفسيات عاليه جدا. اكيد في اسباب للنقله هذه, يعني احنا ما شفنا الاهلي مثلا في لو تكلمنا مثلا قبل موسمين ما كان بهالمستوى الاهلي. الان لسه كمان قدامه بطوله ابطال اسيا, نتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله. ايش الاسباب اللي خلت الاهلي ينتقل هالنقله بشكل مفاجئ في هالموسم؟ والله شوف انت لو رجعت نفس الفريق هو نفس الفريق السنه اللي فاتت. اللهم كان في اضافه اللي هو اللاعب الكولومبي المحور وكوماتشو, هذه الاضافه فقط على الفريق. لكن انا ارجع واكرر انه اول شيء انا السبب الاول في التغير اللي صاير في النادي الاهلي قرب سمو الامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز, متابعته كل صغيره وكبيره في الفريق, الدعم المالي اللي كل الجميع يشهده هذا السنه, دعم كبير لفريق كرة القدم الأول. إضافة للسبب الآخر اللي هو تواجد سمو الأمير فهد بن خالد باستمرار في جدة عكس السنتين اللي فاتت. الأمير فهد بن خالد استلم الرئاسة قبل تقريبا السنة اللي فاتت, والسنة اللي قبلها كان مشرف, تعلم استفاد, حتى هو اعترف نفسه كان في عنده أخطاء, تغيرت الاستفاد تعلم كثير. نفس السنة ثبات السنة هذه في جدة وجوده مع الفريق أدى نتائج كبيرة, إضافة للدعم المالي الكبير من سمو خالد بن عبد الله. ونرجع نقول نفس النقطة اللي قلتها الأول, كرة القدم إذا في مادة صدق حيكون في نتائج كبيرة. بالنسبة للأندية السعودية, بالنسبة للمنتخبات السعودية, متى ما كان في ضغط مالي فيه الأندية مساحة مالية, يعني ضغط مالي على اللاعبين ولا ضغط مالي على النادي, لأنها تفرق كثير. لا أنا أقصد النادي. إذا كان فيه مداخيل للأندية ثابتة ماليا, الأندية حتطلع لعيبة, والأندية إذا طلعت لعيبة حتكون عندها منتخبات قوية. لكن الان احنا الانديه مي قادره تشتغل في الفرق السنيه عندها, لما عندها اصلا فلوس للفريق الاول عشان تشتغل الفرق السنيه الصغيره. يعطيك العافيه كابتن الغرم, انتبهت لك ريم اليوم. لا لسه في واجد اشياء خاطري بدي احكي, بس يعطيك العافيه ما قصرت. شكرا لك. في بعض الرسائل هنا حتى جاتني في تويتر يقول لي اهم اللي في رجال معنا الخط ابو حاتم. طيب ثواني بس عشان في رد كذا, في واحده كاتبه بيني وبينك هذا هلاوي, الثاني يقول لك الدوري هلالي. ترى المساله مو مساله ميول, بس اللي شاف الحلقه اليوم ترى طفشنا شمال, احنا طفشنا هلال واتحاد, نبي نغير يا جماعه الخير, بس يعني هذا المقصد. طيب في معنى ابو حاتم. ابو حاتم طولنا عليك ابو حاتم, اسفين. لا عادي غالي, حياك ابو حاتم. خير عليكم على ريما وكيف حالك يا حاتم؟ بخير الله يسلمك. الله يعطيكم العافيه, واحب اهني كل اهلاوي تستاهلوا, كل محب للنادي, وابو سعود والرمز الكبير يعني الامير خالد عبد الله. طيب السنه هذه ما حد قدكم ترى. دلعين اليوم. أتمنى الدوري, لو أخذنا الدوري صدقني بإذن الله عودة الأهلي للقلعة, للإسم اللي يعني حمله قديما يعني وانتظرنا كثيرا, يعني من جد أنا ممكن 27 سنة 28 سنة قاعد انتظر الأهلي ترى. موفقين إن شاء الله يا أبو حاتم. بإذن الله الدوري. إحنا أنا ما أبغى أي شيء, أبغى الدوري بس. تستاهل البطولة هذه بإذن الله, فال خير علينا والشباب دائما فال خير علينا, ما أدري ليش قدام الشباب دائما الأهلي ما أدري غير جينا والله مجهودات يا أبو حاتم, ما له دخل. يلا أبو حاتم كلها جهود, تضافر جهود, يعني ما جت كذا بس. صدقني عودة الانتصار في الأهلي وعودة الروح في الأهلي هذا كله بسبب كأس الملك. موفقين أبو حاتم, شكرا لك. إن شاء الله وأحب أقول كلمة بس على السريع عشان عندنا فاصل. الله يسعدك إن شاء الله. كل أهلاوي بإذن الله. المنتخب السعودي أتمنى اتحاد الكرة يمسك حسام الجابر, لأنه عقلية وفكر. أتمنى زي سام الجابر, إنسان فاهم كورة. إحنا مشكلتنا ترى في مثل سامي تقريبا 20% في كل 100 تلقى 20 واحد زي عقلية سامي, بس أتمنى مين يطالع مين يشوف. إحنا أهلاوي وأتمنى مين يشوف, لانه سامي على العموم رفض. امس كان في مداخله تلفزيونيه مع الاستاذ بيت فراج, رفض هالموضوع هذا
مو مسألة الرفض يا أنت تتمنى أوكي بس حتى أنا أقول لك أصلاً صاحب الشأن رافض عقلية سامي الجابر تكون في الكورة موجودة موجودة أنا أقول لك موجود. موجودين بس من يطالع من يشوف من يفتر هذه مشكلتنا ما في شفافية الناس اللي تشتغل كويس والناس اللي ما ناخذها تدري ليش أقول لك على شيء الأبواب مقفلة الله يعطيك العافيه شكرا الله. لك بارك الله فيكم ان شاء الله شكرا العافيه ابو حاتم مشكور بس هذه نطلع الفاصل اللي حاب يشارك معنا يبارك لي فوز الاولمبي بمسابقه كاس الامير فيصل اس تي سي 8348884448 موبايلي 6305906305 وزين 7342 7322 2 2 نرجع بعد شوي موبايلي طيب بس نعيده 630 590 غرفة 11 غرفة 11 هي غرفة 11 برعاية موبايلي عالم من اختياري أهلا بكم مرة ثانية متواصلين معكم على سريع ريما ناخذ بعض المتصلين أول متصل معنا حمدان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله محمد مو حمدان يعني هذي تفضل يا هلا فيك أول شيء مسيعك طيب ريما مو هادي يا محمد سم ريما اللي قالت لك مو هادي إذا بتمسك إحنا بنمسك ترى انتبه أنا صدور عليك لا انتبه حمد لبيه أهلاوي صح؟ لا والله مو أهلاوي طيب أسئلة أنا ما أسمعكم زين سؤال أقول له إيش اللي تبي تقوله؟ أبي أقول أول شيء أبارك لكل الأهلاويين أول بطولة لهم إن شاء الله ما تكون آخر بطولة هذا الموسم إن شاء الله عقبال كأس آسيا مو الدوري بعد إن شاء الله أول شيء أنا أقول إدارة صحيح يعني عملت تعبت وتستاهل وجمهور صراحة يعني بمعنى الكلمة يستاهل كلمة راس. أنت تشجع يا محمد؟ أنا والله من الذين صبروا كثير. النصر. تبغى تضحك. قالتها لك. والله كلنا من قلبنا ودنا النصر يرجع زي ما كان وزيادة. يعني شوف الحين رجعة الأهلي ترى والله مفيدة ورجعة النصر أكثر. يعني على الأقل نبي نفرح بالكورة بس. ديما قبل شيء تقول ودنا النصر يرجع، احنا الحين يا جماعة النصراوي والله نبي نستتر بس. ما نبي نستتر، نبي نستتر. ان شاء الله ان شاء الله راجعين باذن الله والله ان شاء الله احنا ان شاء الله مثالين ومعك حيران ان شاء الله من احسن لاحسن يلا يعطيك العافيه يا محمد شكرا لك بقول نقطه اخوي هادي اسرع ولا اخوك قبل شيء الاخ قبل شيء يقول اتمنى سامي الجابر يمسك المنصب انا اقول في شخص انا اتوقع لو مسك المنصب راح يرجع رجع الكره السعوديه من احسن لاحسن هو الامير خالد الامير مين؟ الامير خالد شو ايش سوى مع نادي الاهلي الامير خالد بن عبد الله ولا فهد بن خالد تقصد خالد بن عبد الله لا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله يستاهل الامير خالد بن عبد الله والله يعني الفكر ما شاء الله عليه والله يعني الاهلاوي انت والله يعطيك العافيه اخوي هادي اخر نقطه ما بيطولك بس هذه تويتر حقك تويتر موجود اكتب هادي الشباب بالعربي يطلع لك بالعربي؟ اي طيب اوكي سهل ترى ما يبي الاختراع لا بس سؤال يعطيك العافيه اوكي يعطيكم العافيه يعافيك يا رب طيب في معانا واحد ومجهز أغنية ويبغى صدى لا هو بيغنيها أوكي بس أي هو بيغنيها أوكي يلا مين هو نجم نجم السهلي نجم دقيقة أشوف لك الصدى بس نجم تكلم شوي في اشترك الظهر معانا أي ها طيب نجم قبل ما نبدأ ترى البرنامج بنتي الحين أنت آخر متصل على السريع على أخوك عندنا أغنيتك أهلي ونفدي غالي ونغلي أهلي ونفدي غالي ونغلي وما راح نخلي سكر زيادة ولا ما أخلي سكر زيادة حلا من يواسي سكر زيادة
خلاص يا نجم خلاص يعطيك قفلت الصدى يا نجم. نجم هدي نجم نجم هلا حبيبي هادي يعطيك العافية يا نجم. أول شيء بيض الله وجهك يا هادي على الحلقة دي اللي صراحة أقول بيض الله وجه الجمهور كل الأهلي وما قصروا وبإذن الله الدوري كمان يبغى أهلي أعطيك إياه من الآن. برشلونة ما جاب الدوري بس الأهلي بيجيبه يا ريما ها. سوي نفسي مو سامع أنا. لا ما عليك عادي كل المستمعين يعرفون برشلونة ترى يشجع ريما تشجع برشلونة عادي فريق عالمي ما يحتاج يستاهل أكيد أكيد. وتحية لكم ونخرج معايا عنس تحية خاصة لهذه كل من يتمعي مستمع مشكور يا نجم يعطيك العافية شكر لك على التواصل. من نجم ما شاء الله عليه من المشاركين باستمرار في الجولة في غرفة 11 يعطي العافية. اليوم كانت حلقتنا مخصصة النادي الأهلي اللي يستاهلون طبعا نبارك لهم ونقول لهم ألف ألف مبروك الفريق الأولمبي اللي حصل على كاس الأمير فيصل يستاهلون صراحة وكل التوفيق للنادي الأهلي اللي مسوي شغل بصراحة بهالموسم سواء على مستوى الأول أو الأولمبي. أنتوا لو تشوفون شي كريمة وقسما بآيات الله اوكي يعني البنت فتيت الكوره يعني جايب العبايه دايما لان قايلت لي انا جايه من الملعب انا كنت اسوي تدريب وجيت انا وبوت كدايس بس ما برايك تقلها في ريما يعافيك ان شاء الله ما ليش اتذبها يعني على السريع بس كذا شفتها عجبتني بعطيك واحدة ان شاء الله بكرة ولا بعده تقلها في ان شاء الله اشوفكم في برنامج بكرة ان شاء الله في برنامج الجولة الساعة 6 وايضا برنامج غرفة 11 بكرة بيكون البرنامج من 10 ل 10 ونص بيرجع للموعد الطبيعي حتى ذلك الحين استودعكم الله تصبحون على خير.